الرحمن الرحيم من محافظة البصرة. يا شعب يا حكومة، سمع الكارثة اللي حصلت بمحافظة البصرة. جثة للمتوفية سلمت إلى الطب العاجل في محافظة البصرة يوم الثلاثاء الساعة 2 الظهر، واليوم السبت للآن الجثة مفقودة ما موجودة. الجثة لا مصابة بفيروس كورونا ولا عندها أي مشكلة. الجثة سلمت من قبل ذوي المتوفية للطب العدلي، قالوا لهم بلغوهم روحوا كملوا شهادة الوفاة ورجعوا استلموا الجثة. لليوم الجثة ما موجودة، شيء ما يصدق العقل، شيء ما يصدق العقل، جثة مفقودة. الله أكبر، سمعوا من أهل المتوفية. الله أكبر، سلمتها للطب العدلي وقال لها كملي الوفاة مالتها. يا شيخي ما يصير هيجي، حرام حرام يا اسلام، حرام حرام ما يصير. سلمتها الطب العدلي وقالوا لها روحي كملي شهادة وفاتها، اجيت الطب العدلي استلمها ما لقيتها، ما موجودة الطب العدلي، يعني وين راحت؟ اناشيد الاسلام المراجيع الحكومة، يعني وين راحت الجثة؟ وين راحت الجثة؟ الله اكبر. طبعا هذا الملف يضاف الى فشل صحة البصرة، هذا الملف يضاف الى فشل صحة البصرة بصراحة. اليوم هاي كارثة، ما معقول اليوم جثة تنفقد. اسم المريض المتوفية شو اسم المتوفية؟ مكية طيحة سعيد. سلموها اليوم الثلاثاء الى دائرة الطب العدلي في محافظة البصرة، واهلها موجودين وسلموها موجودين، ولحد هذا يومك ما موجودة الجثة. يا اهل يا بشر، ترى هاي كارثة ما يصدق العقل، ما يصدق. مثلا طفل مفقود، مثلا رجال كبير بالسن مفقود، مو جثة مفقودة. تحياتي لكم أخوكم الناشط الحلفي من محافظة البصرة.